بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات لما تيجي تطبع تلاقي هنا القائمة ديت اختفت منها الحاجات اللي انت بتعود عليها وظهرت حاجات تانية. ليه؟ أنا عندي نظامين للطباعة، عندي سي تي بي ده معتمد على الألوان اللي انت شغال بيها. لما تيجي تدخل هنا تلاقي إن هو مثلا بيبدأ يديك الألوان اللي انت شغال بيها، مثلا الأحمر هيقول لك الأحمر ده هيبقى السمك بتاعه إيه والشفافية بتاعته تبقى قد إيه وهكذا. وفي اس تي بي ده نظام تاني خالص ما بيعتمدش على الألوان، فانت ممكن تلاقي نفسك متعود على حاجه وتشغله حاجه تانية. هو اغلب الناس او كل الناس دلوقتي شغاله بالسي تي بي. طيب لو انت عايز تشغل بالاس تي بي بقول كونفرت بي ستايل، يعني غير لي نظام الطباعه، فبيبدا يدخل على نظام الاس تي بي بيبدا يجيب لي الاس تي بي. طيب لو انا شغال على الاس تي بي وعايز اروح للسي تي بي بقول كونفرت سي تي بي، خلاص هو بيغير لك السيستم بتاعك للسي تي بي وتبدا تشتغل بيه عادي. تمام، ده النظامين.